لمكة شرفها الله أجواء تختلف عن بقية مدن العالم. اللي يعيش في أروقة الحرم ويمضي معظم أوقاته في خدمة الحجاج والمعتمرين يعيش تنوع ثقافي بكل أنواعه وبأصغر تفاصيله. لذا لأهل مكة صغاراً كانوا أو كباراً طباع وسجايا أيضاً مختلفة. في هذاك الزمن الجميل اللي كانت أكبر متعة الشباب سهر على السطوح يسمعوا فيها العالم من مذياع وتجمعهم وجبة سليق وشاي بالنعناع، كانت أحاديثهم أحلام لكن طموحاتهم تلامس السماء. في مكة ما في فرق بين ابن البقال وابن الأعيان، الكل سواسية حتى في الأحلام، والفرق بينهم في العزيمة والإصرار.